بن مغير بن سالم العميمي تهانينا والناموس على هذا الفوز. تهانينا والناموس لمالك معركة لحارب بن مغير بن سالم العميمي على هذا الفوز والانتصار، والتهاني لك يا ابو سلطان. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركات الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، نحييكم ونرحب بحضراتكم اجمل واطيب تحيه وترحيب من هنا من عاصمه الميادين، لتستمر الاشواط في هذا الصباح. لننطلق مع حضراتكم مع الشوط السابع للزمول المحليات الاصايل، ومع هذه الشعارات الكبيرة ومع هذه الأسماء المميزة التي بدأت في الانطلاق، بدأوا في البحث عن الناموس وعن الانتصار. المقدمة الأولى، أول الأسماء وأول التحديات في هذه اللحظات، أتابع انطلاقة هملول سعيد بن عبيد بالعرضي الحاميري، من يتقدم مع أول الأسماء مع أول المراكز. المركز الثاني في هذه اللحظات، الحضور من الحذر، جمعة بن مبارك بن مغير الخيري الحاضر في هذه اللحظات مقدما لنا الحذر، بينما القدوم مع المركز الثالث من غازي لمبام لمحمد بن مبارك بن سعيد المهيري الحاضر في هذه اللحظات، بينما أتابع المركز الرابع الحضور في هذه اللحظات والقدوم من ملفت ناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي الحاضر في هذه اللحظات، ومحمد الواصل مع انطلاقة شعاره ومع انطلاقة ملفت مع المركز الرابع المركز الخامس. الحضور في هذه اللحظات من دكتور سعود بن سالم بن راشد الساعدي الحاضر والمنطلق في هذه اللحظات، بينما المتابع المركز السابع أم السادس في هذه اللحظات، الحضور المميز والقدوم في هذه اللحظات. في هذه اللحظات يأتينا الزعيم لمحمد بن علي بن مطر النيادي، من يأتي في هذه اللحظات. المركز السابع غازي، أتابع انطلاقة غازي مع بخيت بن غالب بن سلطان المنصوري، والمركز الثامن القدوم من مياس فايل بن هادي المنهالي، هو الحاضر هو المنطلق في هذه اللحظات والمندفع بهذا الاندفاع. أتابع المركز التاسع، الحضور من شاهين لسلطان بن حمد بن مطر بن عمير الشامسي، وعاشرا أتابع مجد ليأتينا حمدان بن صوايح بن سيف الاكتبية الحاضر مع مجد، ولكن المجد دائما مع المقدمة. المجد هناك على قمة الهرم، من يسيطر وينطلق بهذا الانطلاق وبهذا التحدي الكبير، بهذا التحدي المميز في هذه اللحظات.
الغارات. يا سلام يا سلام يا سلام، غازي يا غازي، محمد بن مبارك بن سعيد المهيري يقدم لنا شعاره، ولكن ممثل الوثبة من يأتي في هذه اللحظات؟ محمد من يقدم لنا ملفت الحاضر في هذه اللحظات؟ ناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي حاضر، حاضر مع شعاره، حاضر بانطلاقة هذا الشعار الذي قدم العديد والعديد من الأسماء الكبيرة في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة. أتابع المركز الثالث، القدوم في هذه اللحظات، الوصول من المارد محمد بن عبيد بن علي بن يزرب العامري الحاضر والمقدم لشعاره مع المركز الثالث. المركز الرابع، الحضور من الحذر، جمعة بن مبارك بن مغير الخيلية الحاضر مع المركز الرابع. المركز الخامس، القدوم من غازي بخيت بن غالب السلطان المنصوري المتقدم في هذه اللحظات والمنطلق بكل قوة. أتابع القدوم المميز من مياس فايل بن هادي المنهالي الحاضر في هذه اللحظات، وشعار بن عمير الشامسي القادم والمقدم لشعاره. وأتابع انضمام هذا الشعار ووصول هذا الشعار. وصل مياس لسعادة فرج بن علي بن حمود الظاهري الحاضر في هذه اللحظات، المقدم لمياس القادم والمنطلق، ولكن الصدارة المركز الأول غازي، غازي غازي، محمد بن مبارك بن سعيد المهيري من يقدم لنا غازي. المركز الثاني، ملفت يا ملفت الحاضر بكل قوة بشعار ناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي القادم والمقدم لشعاره، ولكن شعار بن يزرب من يتسلل ومن ينطلق مع المارد محمد بن عبيد بن علي بن يزرب العامري القادم مع المركز الثالث. المركز الرابع، الحضور من غازي بخيت بن غالب بن سلطان المنصوري المقدم لشعاره. أتابع المركز الخامس في هذه اللحظات، شاهين وسلطان بن حمد بن مطر بن عمير الشامسي القادم مع المركز الخامس. المركز السادس، مياس لفايل بن هادي المنهالي القادم والمقدم لشعاره، القدوم الكبير. وصل في هذه اللحظات هنا شاهين سيف بن سعيد الاجتماعي القادم ايضا بشعاره، القدوم من مياس وسعادة فرج بن حمود الظهري. وأتابع القدوم من الحذر، جمعة بن مبارك بن مغير الخيري القادم والمقدم للحذر، الحذر القادم بكل قوة والمنطلق بهذا العرض. القدوم ايضا والوصول من دكتور سعود بن سالم بن راشد الساعدي، ولكن نعود والعود احمد الى مقدمة الشوط، الى اول المراكز، الى اول التحديات، الى معركة الكبار، الى معركة العمالقة. الانطلاق الكبير، الانطلاق المثير ينطلق هنا، ويتقدم غازي، غازي يا غازي، محمد بن مبارك بن سعيد المهيري
الحضور من غازي أيضا بخيت بن غالب بن سلطان المنصوري والمركز الثالث شاهين لسلطان بن حمد بن مطر بن عمير الشامسي المركز الرابع يصل في هذه اللحظات ملفت يا ملفت بشعار ناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي وشعار المشهر القادم في هذه اللحظات مع ملفت وينطلق ملفت ولكن القدوم الحضور الكبير الحضور المثير من مياس فايل بن هادي بن بيحان المنهالي القادم ايضا بشعاره القادم بانطلاقاته اتابع الحذر اتابع الحذر الحذر القادم مع جمعة بن مبارك بن مغيرة الخيري وصل مياس الانجازات وصل مياس البطولات ليتقدم سعادة فرج بن علي بن حمود الظاهري ولكن معركة الزمول وايضا شعار بن يزرب ولكن غازي غازي على المقدمة غازي غازي على الصدارة غازي على المقدمة غازي على الانطلاق غازي على التحدي غازي على النواميس غازي على الفوز مبارك محمد بن مبارك بن سعيد المهرية المهرية الكيلو الأخير الكيلو الخطير وتابع غازي غازي ولكن وصل المنهالي وصل راعي مياس فايل بن هادي بن بيحان المنهالي المنهالي الحذر ومياس والقدوم من غازي وشعار بن كليب الحاضر ولكن نعود العودة إلى مقدمة الشوط إلى مياس هنا من ينطلق غازي غازي على الشوط غازي غازي على النواميس غازي محمد بن مبارك بن سعيد المهري ولكن بن كليب بن كليب مع شاهين القادم بالإنجازات القادم بالبطولات بمحمد بمحمد ولكن المهري المهري انطلق في هذه اللحظات الله 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 على معركة الزمول غازي غازي وشاهين شاهين بن كليب بمحمد بمحمد يا الله على معركة الزمول غير بن كليب مع شاهين مع شاهين سلام بن كليب سلام سلام بمحمد سلام على الفوز والانتصار في هذا الصباح المركز الثاني وصل مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الثاني في هذه اللحظات غازي محمد بن مبارك بن سعيد المهير المركز الثالث وصل مشاهدينا الاعزاء شاهين لسيف بن سعيد اللي تبي المركز الرابع وصل مياس فايل بن هادي بن بيحان المنهالي والمركز الخامس وصل ايضا شاهين لسلطان بن حمد بن مطر بن عميره الشامسي تهانينا لمالك شاهين على هذا الفوز والانتصار الكبير سيف بن علي بن كتيب لسيف بن علي بن راشد بن سويل من الكتبي من وصل وانتزع ناموس هذا الشوط 13 دقيقة 6 ثواني بالوفاء والتمام تهانينا والناموس لجميع الفائزين.